السويد يعني انا بشوف السويد بالصيف احلى منطقه، يعني احلى من اوروبا بالصيف بعد. يعني في اماكن كثير حلوه الواحد بيقدر يروح فيها، بيقدر يعني ياخذ العائله، اماكن كثير بتجنن. اكثر منصه الاخبار الرسميه والاكبر في السويد. من اصول ثقافه العمل في السويد أن يتمتع الموظف بإجازة لا تقل عن 5 أسابيع مدفوعة الأجر خلال السنة للراحة أو الاستجمام أو السفر. تم إصدار قانون الإجازة السنوية هذا عام 1938، كما إنه وبحسب القانون لا يحق لرئيس العمل رفض إجازتك إذا تقدمت بطلبها قبل موعدها ب90 يوم. ويعتبر شهر يوليو تموز هو شهر العطل والإجازات في السويد، ويستمتع الكثير من السويديين بقضاء عطلتهم الصيفية في الهواء الطلق والاستمتاع بالأنشطة الصيفية الممتعة، كما يفضل الكثير من السويديين قضاء العطلة في المنزل الصيفي السويدي أحمر اللون في الريف، حيث يمتلك أغلب السويديون أكثر من 600,000 منزل للعطلات الصيفية. باخذ سمستر غالباً بالصيف شهر 7، غالبية وقتي باخذ فيه السمستر، ومعتادة إني سافر فيه أطلع، مع أنه السويد كتير حلوة بفترة الصيف، بس معتادة سافر شوف الأهل. يعني أنا حسب رأيي أنه داخل السويد في مكانات جداً جميلة وحلوة وتستحق المشاهدة أيضاً، ولكن إذا نقارن الأسعار اللي تصير فيها بداخل السويد ما يعادل الأسعار اللي تطلعين خارج السويد وتقضين بها السمستر، فنوبات أفضل أنه أطلع خارج هذا، لأنه أشوف حتى أحياناً التكاليف تكون أغلى مما واحد يأخذ بطاقة ويسافر إلى دولة أوروبية أخرى. أما السويديون الذين يخططون للسفر فمنذ فصل الشتاء يبدأون في التخطيط والحجز لإجازة الصيف. الأغلبية يقومون بحجز التذاكر لضمان عدم ارتفاع سعرها في موسم الإجازة. في استطلاع لمنصة أكثر عن أين يفضل الأكثرية قضاء إجازاتهم داخل أو خارج السويد، كانت الإجابات في مناطق كثير حلوة بالسويد، في السويد يعني أنا بشوف السويد بالصيف أحلى منطقة، يعني أحلى من أوروبا بالصيف بعتقد، يعني أحلى منطقة بأوروبا تقريبا. أغلب الأوقات بيكون برات السويد، بس بتذكر 2020-2021 لما كان في كورونا بندمين، وقتها أكثر شيء أنا لفيت في سكونة واكتشفت إنه كتير حلو سكونة، كتير كتير. لا والله هتروح يعني عايز في السويد لما ناخد سمستر نخرج شوية برا السويد حتى نوصل للدنمارك حتى. تعتبر الإجازة الصيفية فرصة لتجديد النشاط والاسترخاء وتقوية الأواصر العائلية، وتستغل الكثير من العوائل فرصة الإجازة الصيفية للهرب إلى أماكن المشمسة والأكثر حرارة، بينما يستغل البعض الإجازة بزيارة الأهل والأقرباء.